خطاب رئيس الجمهورية اليوم كان جد صريح، هو مدعم الفئة الشبانية. الخطاب تاع اليوم راح يحمس ويشجع لي ستارت اب هذوما على اعطاء مجهود اكثر، وايضا كان الموعد هذا الملتقى خلق فرصة التقاء بين المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع. نتمنى ان شاء الله يوفقوا في كل مشاريع تاعهم. أكيد رئيس الجمهورية ما انتظرش اليوم هذا باش يدعم الشباب، هو كان من يوم انتخابه إلى غاية السنة الحالية عمل استراتيجية ومسار كبير دعم فيه الشباب وحاملي المشاريع من أول وهلة. فيما يخص التسهيلات، أنه طلب من كل المتعاملين الاقتصاديين وأيضا طلب من الوزير الأول دعم الشباب ويديرهم تحت الكنف تاعهم. الخطوط الجوية الجزائرية دعمت شركات ناشئة فيما يخص مجال التنمية المستدامة، وتعاقدنا مع عدة شركات شبانية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.